السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي الاعزاء في فيديو جديد. جاني كما راكم تشوفوا هذا السؤال اللي راه مثبت في الاعلى، واش صح السمان لازم يحتاج التدفئه باش ينتج لنا البيض؟ كنت ذكرت لكم في فيديو سابق بانه السمان يحتاج لمجموعه من العوامل من اجل الانتاج اليومي للبيض، ومن بين هذه العوامل ذكرت لكم التدفئه كي يكون الجو بارد، معناتها في فصل الشتاء. خويا العزيز، كاين واحد المعادلة يخصك تفهمها، لماذا السمان يحتاج للتدفئة في فصل الشتاء؟ كي تعطيه العلف وما تدفيش ليه، معناه هذا السمان داك العلف اللي قدمته ليه يمشي يوجهه لمقاومة البرد، معناتها باش ما يموتش. بالصح كي توفر ليه التدفئة، داك العلف اللي تقدمه ليه يوجهه لإنتاج البيض، لذلك لازم التدفئة ضرورية باش السمان يوضع لك البيض يوميا وداك العلف ما يمشيش خسارة. بالإضافة إلى العوامل الأخرى اللي ذكرناها في الفيديو السابق، لازم يكون علف جيد اللي يكون غني بالبروتين كما الديماراج ولا الكرواسونس ولا لابوانت سبيسيال تاع البيض. الثاني نزيدو نخلو ليه الضوء في الليل، لأنه قلنا الإضاءة ليلا هي اللي تساعد على زيادة ساعة الأكل، لأنه السمان باش يبيض يوميا ولا جميع الدجاجات بصفة عامة كما راكم تشوفوا، كما الدجاج نتاع البيض هذا اللي يديروه في الباطريات كما نقولوا اللي يربوه في الأقفاص، ثاني كذلك يخلوا ليه الضوء، لأنه باش يبيض يوميا باش تحط لك البيضة يوميا، أنا نقول يوميا، لازم تحتاج 16 ساعة أكل وشرب، وذكرتها في فيديو سابق في القناة. ومش معناتها أكل وشرب معناتها كل وقت راه داك راسو في الماكلة والو، يمشي يرقد ويرتاح ويلعب، نهار اللي يجوع في الليل يعاود يولي الماكلة وكيف كيف ويكمل هكذا. نتمنى ما تبخلوش علينا بالإعجاب والبارطاج